فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال المؤلف رحمه الله بعدما ذكر الأحاديث في فضل قريش: واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ثم في فضل بني هاشم فيها كثرة، وليس هذا موضعها، وهي تدل أيضا على ذلك، إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب إلى الناس، وهكذا جاءت الشريعة كما سنومئ إلى بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا زالت مسألة تفضيل العرب على غيرهم من الشعوب، لا زال البحث فيها مستمرا، كعادة الشيخ رحمه الله أنه إذا تناول موضوعا أفاض فيه واستقصاه من جميع الجوانب، وقد يخرج منه وهو يقول: لبسط هذا الكلام موضع آخر. من سعة علمه رحمه الله وتبحره في الفنون. هذه المسألة تقدم الكلام فيها كثيرا، تبين من خلالها أن العرب أفضل الشعوب من حيث الجملة لا من حيث الأفراد، وفضلهم ليس لكونهم عربا كما يفهم القوميون، وإنما فضلهم لما يؤدونه نحو البشرية من خير، لما بعث الله فيهم خير رسول وأنزل عليهم خير كتاب وأهلهم للقيام بدعوة البشرية إلى الخير: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لهذه الصفات صاروا خير أمة أخرجت للناس، والعرب يتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم بنو إسماعيل، وأفضل بني إسماعيل قريش، وأفضل قريش بنو هاشم، وخير بني هاشم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فبنو هاشم في قريش كالعرب في سائر الشعوب، فهم خيار من خيار، وخيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.